الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم يقول سبحانه واصفا بصى حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك ونثني عليك ثناء يليق بعظمتك ولا نشرك بك أحدا، ونشهد أنك أنت الله الأحد، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن بين مناسبتين هامتين، الأولى تتعلق بذكرى الإسراء والمعراج، والثانية تتعلق بيوم اليتيم. وبداية نؤكد أنه لا حرج على الإطلاق في تخصيص بعض الأيام للحديث والتذكير ببعض المآسر أو المناسبات أو القضايا، فلا بأس بتحديد يوم للتذكير بحقوق المرأة ويوم من لدنا علما. وجزاء العبودية عظيم، أن تكون عبدا لله فهذا يأتيك حفظ الله في الدنيا والآخرة، على أن تكون عبدا حقيقيا لله. يقول الحق سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن كان معك أو كان عليك. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، لأن رب العالمين بنفسه يقول لك، يقول لعباده: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا بعد أن يكون وليك هو الله؟ إن وليي الله. ماذا بعد؟ مما وبما وعلى ما تخاف إذا كان
إذا كانت حركاتك وسكناتك ورغباتك كلها لله عز وجل، غير أن عباد الله حتى تكون عبدا ربانيا لابد أن تلتزم بصفات العباد الربانيين حتى تحقق العبودية لله. من أخص صفات العبودية نأخذ صفتين من صفات وعباد الرحمن. أول صفة من صفات عباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعبد الله لا يمكن أن يكون بذيئا ولا فاحشا ولا كذابا ولا منافقا ولا مرائيا ولا غضوبا في غير الحق، بل هو كما قال الحق سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا وقفة عندما قال الحق سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لم يقل ولا تستوي الحسنة والسيئة، وإنما قال: ولا تستوي الحسنة ولا تستوي السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هنا موقف هام جدا، الحسنات درجات فعليك أن تأخذ بأعلاها، والسيئات درجات فعليك أن تجتنب أدناها. ولا تستوي الحسنات، الحسنات درجات، فعباد الله يبحثون عن أعلى الحسنات. ولذا قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا هذه الأبواق الكذوبة التي تتحرى الكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت، يبيعون دينهم وأوطانهم بثمن بخس، لا يتقون الله. أي دين هذا وأي أخلاق هذه التي تبيح الكذب؟ سماعون للكذب، فرق بين سامع ومستمع وسماع. سامع قد يسمع، إنسان يتحدث فهو سمع، سمع دون أن يقصد، مستمع منصت، سماع يبحث عن سماع الكذب، كهؤلاء الكذابين الذين دائما ما يكذبون على ربهم وعلى دينهم وعلى أوطانهم، يبحثون عن اختراع الأكاذيب، سماعون للكذب أكالون للسحت. والجمع بين سماع تسميع الكذب وبين أكل السحت وطيد، لأنهم يأكلون السحت بأكاذيبهم ويتكسبون بها. لا هكذا يكون عباد الله، عباد الله وعباد الرحمن: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن ضمن صفاتهم التي جاءت في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الإسلام ليس دين قتل ولا سفك دماء ولا ترويع للأبرياء. هؤلاء الذين يقتلون النفس، هؤلاء اتبع هواهم. لأن الإنسان أحد أمرين: إما أن يكون عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لهواه. عبد الهوى كما قال الحق سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها،
أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه: صم بكم عمي، صم عن سماع الحقيقة، عمي عن رؤيتها، صم بكم لا ينطقون ولا يمكن أن ينطقوا الحق، لا يعرفون إلا الكذب، صم بكم عمي. ثم يقول سبحانه: فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن غيهم وضلالهم، لأن حب الدنيا قد أعماهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، من يبيع دينه بثمن بخس ومن يبيع وطنه بثمن بخس أو غير بخس، هو عبد للمال. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، عبد الشهرة، عبد لباس الشهرة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، أي وإذا أصابته شوكة فلا أخرجها الله منه. أنت بين أمرين: إما أن تكون عبدا لله بأن تجعل حركاتك وسكناتك خالصة له، لا تألو إلى سواه ولا تعتمد على غيره، وإما أن يكون الإنسان والعياذ بالله ممن جعل أو اتخذ إلهه هواه. يجب أن نفكر، وأن يفكر كل واحد منا في كل حركة وسكنة قبل أن يتحرك، هل هي لله؟ هل تراقب الله؟ هل هذا هو ما يرضي الله؟ هل هذا هو ما شرعه الله؟ فإن وجدت ذلك فامض على بركة الله، وإلا فاحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة والغافلين، ونسأل الله أن نكون في الذاكرين الحامدين القائمين الراكعين الساجدين الموحدين. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. ليس بعيدا عن مقام العبودية لله، فعبد الله الحقيقي هو من يجده الله عز وجل حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. وقد أمرنا ربنا عز وجل بالإحسان إلى الأيتام، وحذرنا من المساس بأموالهم، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الآية جاءت في الوصايا العشر في سورة الأنعام،
التي قال عنها سيدنا عبد الله بن عباس هي آيات محكمات لم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، فإقام اليتيم مشروع في جميع الأديان والأعراف الإنسانية، وأكل ماله كما قال الحق سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. غير أن بعض الناس ربما لا يفهم من مال اليتيم إلا جانبا واحدا، يفهم أن مال اليتيم هو المال الذي ورثه اليتيم عن أبيه أو عمه أو جده أو أخيه أو أحد أقربائه. لا، مال اليتيم أعم، كل ما يجمع على حس اليتيم، والجمعيات التي تقوم على كفالة اليتيم أو تجمع الأموال لأجل الأيتام هذا أشد حرمة، لأنك جمعت مالا للأيتام فإذا لم تبادر بإنفاقه كاملا عليهم وقعت تحت قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. هذا المال مال اليتيم، المتصدق أخرجه لأجل اليتيم، المنفق أخرجه لأجل اليتيم. فإذا كان الله قد توعد وعيدا شديدا، من لا يحض على طعام المسكين ومن لا يكرم اليتيم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. فما بالكم إذا جمع الإنسان المال لحساب اليتيم أو على حس اليتيم ثم حبسه، جمع المال وحبسه عن اليتيم، أو قصر في حق اليتيم، أو أنفق مال اليتيم على غاد غير الذي خصص له. ما جمع لأجل الأيتام لا يمكن أن يصرف على مصرف آخر على الإطلاق. فإن كنت قد أقمت أو أنفقت فلك البشرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى. كافل اليتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني تسابقني تريد أن تدخل معي، تريد أن تدخل قبلي، تريد أن تفتح معي، أسألها: من أنت أيتها المرأة؟ تقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى وقارن بينهما. من هي يا رسول الله؟ امرأة حبست نفسها على يتاماها، لم تتزوج بعد وفاة والدهم حتى بانوا أو ماتت، هذه رفيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الذين يحبسون أموال اليتامى أو يصرفونها في غير مصارفهم أو يقصرون في حقها، فعلى قدر الفضل العميم الذي أعطاه الله لمن يكرم اليتيم أو يكون في خدمة اليتيم، على قدر العقاب الشديد لمن أكل أموال الأيتام بغير حق. وأختم بقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. انظر إلى عظمة الإسلام وإنسانية الإسلام. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. لم يقل من مال، قد يكون جهد، قد يكون تعليم، قد يكون أي نوع من أنواع الخير. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا وقفة.
ما أنفقتم أفضل خير تنفقونه خيركم خيركم لأهله. فللوالدين والأقربين صدقة وصلة، واليتامى والمساكين، ولنا وقفة مع ابن السبيل. كثير من الناس كانوا يسألون من هو ابن السبيل، يقولون الذي انقطعت به الغربة أو انقطع به الطريق. وهنا نؤكد أن مصر العربة والإسلام، مصر الوسطية، مصر التي تطبق الإسلام واقعا على الأرض، تفهم معنى قول الله تعالى وابن السبيل اللاجئون الذين انقطعت بهم الديار. أروني دولة تستضيفهم كمواطنين أعزاء مثل ما تستضيفهم مصرنا العزيزة. كثير من الدول الصغرى والكبرى عندما يتدفق إليها اللاجئون تعزلهم في مخيمات أكثرها يكون لا إنسانيا، لا يكاد يجد الواحد منهم قوت يومه، ولا شربة ماء نقية، ولا صحة ولا تعليم. لكن مصر الأبية الوفية القوية احتضنت كل من لجأ إليها وكل من احتمى بها، أكرمت وفادتهم، لم تعزلهم كما تفعل بعض الدول، وإنما استقبلتهم كأبنائها، بل قاسمتهم وقاسموها لقمة العيش حتى وإن كانت يسيرة، لكنها مصر التي قال الله فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي أمان لأهلها وأمان لمن لجأ إليها وأمان لمن احتمى بها. وهي كما قال عنها سيدنا يوسف عندما كان على بيت مالها: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ستظل مصر إلى يوم القيامة خير المنزلين، ويظل أهلها كما قال رب العزة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعندما نفهم القرآن الكريم ونطبقه واقعا على الأرض نجد إنسانية راقية، ونصنع حضارة عظيمة فريدة تستمد سماحتها من سماحة القرآن وسماحة الإسلام وسماحة الأديان وسماحة الحضارة المصرية، غير أن الذي علينا هو أن نجتهد في فهم ديننا فهما صحيحا، وأن نأخذه عن العلماء الفاهمين لا عن الدخلاء ولا المتشددين ولا غير المتخصصين الذين يأخذون الناس إلى العنف والكراهية. ديننا دين الرحمة، ديننا دين السماحة، ديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حسن الفهم. اللهم ارزقنا حسن الفهم، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم ارزقنا واجعل رزقا رغدا من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا حسن الفهم، وهيئ لنا من أمر رشدا، واقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبتدعين ولا مبدلين، واسقنا عند الحوض بيد حبيبك محمد
صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.